أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. نتعرف على المتابع الجديد. السلام عليكم. نتعرف على اسمك. مشترك في تلاوة ولا حكم؟ تلاوة. تلاوة أي سورة؟ الرحمن. متعرف على اسمك حق؟ أبو محمد علي بهزت. نعم أبو محمد. مشترك في تلاوة ولا حفظ؟ تلاوة. أخاك حسن السعيد. نعم حسن السعيد. مشترك في تلاوة ولا حفظ؟ أنا تلاوة. أي سورة؟ سورة النور. اسمك بالخير حق؟ حسين أحمد دشتي. نعم حق. مشترك في تلاوة ولا حفظ؟ لا تلاوة. أي سورة؟ سورة النور. سورة النور. هذه أول مرة تشترك في مسابقة قرآنية؟ لا ثاني مرة. ثاني. نتعرف على اسمك؟ محمد عباس. الله ينعم حالك. مشترك في تلاوة ولا حفظ؟ تلاوة. أي سورة؟ سورة النور. شو اسمك؟ سيد علي شبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. حصلت على مركز شيء؟ أول. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. شنو اسمك؟ سيد أحمد. سيد أحمد حسن جواد. والنعم سيد أحمد. مشترك في تلاوة ولا حفظ؟ حفظ. من وين لوين؟ من العلاين الناس. ما شاء الله. أول مرة تشترك في مسابقة؟ ثاني مرة. محمد بشارة. والنعم محمد. مشترك في تلاوة ولا حفظ؟ حفظ. من وين لوين؟ من الأعلى للناس. أنا أوصي الشباب كل من عنده صوت جميل صوت حسن أن يستفيد من هذا الصوت لتلاوة كتابه العزيز. احنا يعني نبي نهتم في القرآن مو فقط في شهر رمضان، الاهتمام ايضا يكون طول السنة. المسابقة القرآنية الكبرى الثانية بعد ان اقمنا هذه المسابقة في العام الماضي والحمد لله تكللت بالنجاح، وفي هذه السنة تقريبا
400 مشارك ومشاركة، حيث أدخلنا في هذه السنة وفي هذا العام النساء كمشاركات ومنافسات في سواء في الحوض وفي القراءة أو التلاوة القرآنية. طبعا القرآن الكريم هو دستور الحياة للبشرية ككل، ليس للمسلمين، لكل البشرية، وهو ربيع القلوب. القرآن الكريم تلاوته وحفظه شيء مطلوب ومبارك وفيه بركة، لكن الأفضل أن يكون القرآن كسلوك في حياتنا ليس كحفظ وتلاوة فقط. عملنا المسابقة القرآنية للحفظ والتلاوة، ولكن نطلب من أولياء الأمور أو نطلب من أنفسنا أولا قبل الآخرين أن نعتبر القرآن كسلوك في حياتنا، في تعاملنا مع أنفسنا مع الآخرين، الأب وأبناء الأبناء وأبائهم، مع الأم، كيف تتعامل مع الأخت، كيف تتعامل مع المدرس. هذه السلوكيات تنبع من القرآن الكريم. من لهيب النار ونور المصطفى الهادي وآل البيت هم زادي علوما أبحر فيها على هدي وإرشاد فكانوا رحمة البار. هذه خطوة عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.